الرحمن الرحيم. تحية أخرى مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، ونتواصل في هذه الانطلاقة الثامنة الخاصة بالجعدان، المعجنات الإذاعة الأصايل الخاصة بأصحاب السمو الشيوخ هنا من عاصمة الميادين عبر أبوظبي الرياضية. لكم التحية. نعود للشوط والمركز الأول، متواجد شاهين من البداية في هذا الانطلاق، مملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الذي يتقدم في هذه اللحظات، ومع تضمير وإشراف سعيد بن عبيد السبوسي الذي يتقدم هذا الانطلاق. هذا هو شاهين مشاهدي الاعزاء لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي الذي يتقدم في هذه اللحظات مع سهيل بن سالم العامري، بينما المركز الثاني الذي وصل هملول الاخر من هجه الرياسه مع علي بن يميل الوهيبي الظافر يتقدم في المركز الثاني. المركز الثالث وصل هناك كما نتابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم وتطمير سعيد بن عبيد السبوسي. وصلنا ايضا هنا شاهين الذي ينطلق بشعار هجن الرياسه مع المستحيل راشد بن محمد بن سمى المنصوري، اما وهناك قدوم وتقدم من وصول من مايهاب لسمو الشيخ محمد الذي وصل في هذه اللحظات، الذي تقدم لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي شاهين، ومع تضمير فايز بن غفان الجابري الطبيب الشعبي بدا يتقدم، بينما بجواره تماما هناك علي لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف ال نهيان مع هذا الشعار العيناوي والصادق فضل الامين في عمليه التضمير. نقلتنا الاخرى وهناك شعار عيناوي اخر يتدخل من قبل زعفران مملوك لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف بن محمد بن خليفة أهل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي من يتقدم في عملية التضمير. هنا وصلنا أيضا الآخر نجد، ونجد تعود ملكيته لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم يتقدم مع نجد، وهذه السلالة أحد الخبراء ومضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبع. نعود ونتابع معكم الانطلاق من الناحية الأخرى والقدوم مع المارد اللي بدأ يوصل بقوة من هج الرياسة، ومبارك بن أحمد الخيلي المميز الذي ينطلق في هذا الأداء. هذه انطلاقة مشاهدي الأعزاء المركز السابع والثامن، الله الأداء. هنا نتقدم مرة أخرى مع هذا الانطلاق، وهناك شعار سمو الشيخ أيضا أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي في المركز التاسع، فايز بن غفان الجابري بجواره تماما ايضا شعار اخر قادم، شعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم وهملول وسعيد بن عبيد السبوسي من يدفع بهذه السلاله. نعود مشاهدينا مره اخرى الى هرم الشوط وقمه الشوط وراس الحرب، حيث متواجد من البدايه هذا وامامكم شاهين مملوك لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي يتقدم بقوة ويحتفظ بالصدارة. هناك من يتابع في عملية التضمير، هناك سهيل بن سالم العامري يتقدم أبو سهيل، وهذا هو أمامكم، ولكن وصل اسم قادم هملول وشعار أحمر وخطر ويعبر دائما في أي مكان في الميدان، الله. هنا أيضا علي بن يميل مع هذا الشعار يتقدم، والتوقيت الافضل مع الهواري ومع هناك ابو ظبي الرياضيه، هذا هو افضل توقيت مع المركز الاول والشاهينيه من هجن الرياسه التي على الكادر الايمن من التلفاز، وتسعة دقائق 16 وسبعه اجزاء من الثانيه، وشكرا بو ذياب راشد محمد بن سمى المنصوري. والمركز الثاني ايضا وصلنا مع الشاهينيه بنفس المضمر مع هذا
الشعر الأحمر اللي يعبر دائما شعار هجن الرياسة، الآن وصل في المركز الثاني. المركز الثالث وصول وقدومه انطلاق شاهين الآخر اللي في المركز الثالث اللي سموه الشيخ محمد الحميد القاسمي الذي يتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا، كما نتابع سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري. وصل هناك واصل في هذه اللحظات عالي عالي لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، يتقدم مع الصادق فضل الأمين. نقلتنا القادمة والمركز الخامس والرقم خمسة، ويا محل الصدف ينطلق أيضا الذيب لسمو الشيخ سيف بن خليفة آل نهيان، وأبو مبارك أيضا متواجد مع هذا الشعار العناوي الجميل سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه الأسامي التي تقدمت في هذا الانطلاق مشاهدينا، والمركز اللي قادم هنا وصل المارد من هجن الرياسة مع مبارك بن أحمد المميز، وبجواره تماما هناك أيضا نجد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبة. هذه الأسامي التي أيضا تطرقنا إليها في هذا النداء، ولكن خلونا نشوف الصدارة، شوف المخرجنا المتعلق دائما أبو طلعت، شوف طلعات الإخراج ومحلو عندما يأتي بالمسافة بين المراكز والتي يستحبها الإخوة المشاهدين. هناك أيضا عند الإخوة المشاهدين عبر الشاشة أيضا يكونوا أيضا يعني في الصورة وفي كل أيضا متر من هذه الأمتار والكيلومترات في هذا الميدان. الله أشكر، نعود للشاطئ، نعود للأداء، وما شاء الله وصلنا القاعدين، وصلنا القاعدين مشاهدينا بقيادة شاهين، وصلنا القاعدين وبقيادة شاهين، بقيادة شاهين ليندفع إلى الأمام بشعار الجماهير وشعار هجن الرياسة ومع المستحيل الذي يقدم كل شيء جميل. شكرا يا أبو ذياب، شكرا يا أبو ذياب على هذا الأداء الجميل وعلى هذا الرقص المعتاد هنا في 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 هذا الشعار الجميل. ما شاء الله وتبارك الرحمن، شاهين ينتقل في لوحة 400 متر ليكون أيضا بطلا من أبطال هذه الأمسية التراثية الجميلة مشاهدينا، ومع أبو ذياب راشد محمد بالسم المنصوري. والمركز الثاني هناك أيضا لشعار هج الرياسة في المركز الثاني، ولكن نعود أمام المنصة الرئيسية أمام الجماهير أمام الحزام الأخضر لنزف التهنية إلى مؤسسة هج الرياسة مرة أخرى مشاهدينا. وها هنا أيضا شاهين، وشكرا بذياب على هذا الأداء المميز. المركز الثاني أملول الذي وصل أيضا من هجن الرياسة كما نتابع على الشاشة، والمركز الثالث وصل في هذه اللحظات وانتقل زعفران لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، والمركز الرابع لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان آلي، والمركز الخامس مشاهدينا اللي هو لهجن الرياسة الذي وصل المارد. هذه الأسامي الخمسة المتقدمة، ولكن لنا عودة إلى التوقيت الزمني وإلى مخرجنا أبو طلعت والإعادة بالحركة البطيئة والثلاثة مراكز الأولى. وهنا التوقيت 9:21:09 من الثانية، تهانينا لهجن الرياسة بفوز شاهين، وشكرا راشد محمد بالسم المنصوري. المركز الثاني وصل هملول أيضا من هجن الرياسة، وشكرا بن يميل علي بن يميل الوهيبي ظافر المضمرين. 9:32 وجزئين من الثانية هو التوقيت الذي وصل به هملول، بينما من وصل في المركز الثالث هناك أيضا متواجد زعفران لسمو الشيخ سيف بن خليفة آل نهيان وسيد بن مبارك الوهيبي. التوقيت 9:44 والناموس للجميع.